they put a lot of effort. كتير organization صراحة it's on top. It's a beautiful organization. They tried their best and we're cheering for Qatar today. تنظيم بجنن وفخورين إنه دولة عربية زي قطر نظم هيك كأس عالم. احنا بنحكي اليوم انه احنا جبنا الدوحة لقلب عمان وبشرفنا حضور جميع العائلات الأردنية واللي بحبوا يتابعوا كأس العالم بأجواء عائلية ترفيهية وحماسية كتير فخمة. واحنا يعني كل الفخر طبعا انه دولة عربية شقيقة قدرت تستضيف حدث عالمي بهذا الحجم.